رأس المال في قطاع السمك المصري. جبان لهذه الدرجة؟ مش عايز يصرف؟ لا لا يعني لا يعني لما بروح المغرب بروح تونس مشروعات مرعبة، الإمارات عاملة مشروع مرعب في السمك. يا فندم ملاش دعوة برأس المال خالص. فين إحنا؟ والله يا ما فندم نجيبه. أنا عندنا 21 ولا 22 موقع بحري، ما نبدأ نستثمرها. أيوة فندم. بحر أحمر وبحر متوسط، حضرتك أضرب ده. أنا أضرب ده، وأنا بقالي 3 سنين يا فندم أنا بنام كل يوم واصحى وافطر واخش الحمام واخرج واعمل وكل حاجه، وفي دماغي المشروع ده، المواقع البحريه، المشروع ده. لا اسمح لي حضرتك، ده مشروع محدد وموقع محدد، واتكلمت فيه، رحت في الهيئه واتكلمت فيه، والناس ادوني جاهز الثروه السمكيه. ايوه يا فندم، ادوني موافقه مبدئيه والموقع جاهز و هعمل منين؟ مفيش تمويل، دي اللي بدور عليه، دي اللي لسه بدور عليه. ده مشروع ايه؟ هعمل 3 حاجات، وثلاث حاجات مهمة جدا لمصر. أول حاجة واللي هي يعني توب ومفيدة حتى بيئيا، هعمل مزرعة خيار بحر، ومشروع ناجح جدا، ومشروع لأن خيار البحر حضرتك ما بياكلش، أنت حضرتك بس حتة التفريخ بتاعته، واخد بالك، هي النو هاو بتاعته، وبعدين الصغيرين بتربيهم بتعمل لهم تحويطة في المية، بتسيبهم جوه البحر، هم بياكلوا الفايتو والزو وبلانكتون زي المحريات الكبيره. ده بيدخل في ادويه ومستحضرات تجميل واكل مباشر، كل حاجه، وكله تصدير، يعني ما بتهليش حد في مصر بياكل خيار بحر. نمره 2، وده يمكن برضو انا ملهوف عليه قوي، يمكن اكتر من خيار البحر، مفيش مفرخ بينتج اسماك البحر الاحمر او اسماك الخليج العربي في المنطقه خالص، اللي هو الهامور والحمره والحاجات زي دي والكوبيا والحاجات دي والحاجات زي دي. طب وليه؟ ما في منتهى البساطة أنه هاو بتتباع، وتواصلت مع أستاذي زمان اللي كان في الأيام الكويت، يعني عايز مفرخ في نفس الموقع ده. ده نمرة 2 لأسماك البحر الأحمر. ده نمرة 2، وده مكسبه هيبقى رهيب، لأن أنت أغلب اللي هتطلعه هتصدره على طول، خليك كله مستنيك في السنة. أيوة يا فندم. وبعدين المخاطرة فيه 2 بس، مش هتقعد زي ما حضرتك قلت حاطط إيدك على خدك سنة، ده انت اول ما تنتج الصغيرين وخلاص، باتشه كامله ماتت في 60 داهيه، دخل تاني جوز لمؤاخذة. يعني هو المفرخات بتربح اكتر بكتير جدا من المزارع السمكيه لسببين. السبب الاولاني انها لوازم مستلزمات انتاج، فعمره ما هيقف، الناس عايزين غير المزرعه انت بتبيعها اند برودكت، فممكن تيجي تبيعها وما تلاقيلكش مكان في السوق. صحيح. الحاجه الثالثه بقى، واللي هي اساسا هناخد الموقع، او يعني الموقع بيتكلم عليها، ان احنا نعمل اقفاص بحريه في الموقع البحري اللي مختارها هيئه الثروه السمكيه، وهنربي فيها اسماك البحر الاحمر برضو. ليه جهاز البحيرات والثروه السمكيه في مصر ما ينفذش نموذج؟ احنا عندنا 22 موقع، ياخد موقع ينفذه بالكامل. لا. ويعمل نموذج محترم العالم كله يتكلم عنه، ويبقى مصدر دخل ليه ومصدر دخل للدولة. طب هجيب الفلوس؟ ما هو برضه نفس الموضوع، هو لازم يتعاقد مع حد من بره، مثلا خواجة كرياكوس اللي هو بتاع الاقفاص، تعالى يا خواجة كرياكوس اعملها على حسابك ونتحاسب. بس كرياكوس لا، هيقول لك انا ماليش دعوه، اللي انا بعمل الاقفاص انا اقفاصي في الجزائر وفي الكويت وفي السعوديه وفي كل حته في الدنيا. في اي بلد في الدنيا البايونير دايما بيبقى الراس مال الخاص. ربح موقع واحد من المواقع البحريه ال 22 اللي الدوله حددته موافقه عليهم على البحر الاحمر والبحر المتوسط، الواحد ممكن يحقق ربح قد ايه؟ مليارات. ده القفص الواحد بقى، مش 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 لان مش الموقع كامل كمان، بيديك موقع. القفص الواحد، انا هقول لك انتاج القفص الواحد. القفص الواحد بيبقى 20 متر وعمق 9 متر، بيطلع سيد الفاضل حوالي 50 طن في الدوره، 50 طن سمك في الدوره، من انواع البحر الاحمر والبحر المتوسط. واسماك، اهم حاجه انها بحرية. اسماك بحريه، ما لا هي ما لما تيجي تصطادها ملخبطه في الطين ولا ده انت جايب السمكه من البحر زي ما ربنا خلقها. وبعدين دلوقتي المشروعات اللي زي دي مفروض ما تحطش القفص في المايه كده وتسيبه، لا بتعمل منظومه معينه انك انت بتربي حوالين القفص، واخد بال حضرتك، بلح بحر في حبال، واخد بال حضرتك، وطحالب، ولو كان القاع قريب بتحط فيه خيار بحر او محار علشان الموقع يفضل نظيف على طول، المخلفات اللي بتخرج من السمك والاكل اللي مش ماكول وكده اخواننا دول هيقوموا قايمين بالواجب. وهيبقى عندك بقى كم محصول؟ سمك ومحار وبلح بحر وطحالب
وخيار بحر.